السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن شوبرت، LUC شوبرت او شوبار او تشوبرد. في ناس بتقولها تشوبرد عشان بتتنطق CH دي بتتنطق تش، شوبرت او شوبار هنا في مصر. الساعة دي يا جماعة من اغلى الساعات اللي انا اشتريتها في حياتي، من اغلى الساعات بالمعنى الحرفي، من اغلى الساعات. الساعة دي انا كنت شاريها في راوند 25,000 جنيه، في حدود ال 1500 دولار ال 1600 دولار حاجة زي كده. انا شاريها طبعا، كنت شاريها مستعملة طبعا. الساعة دي تمنها يتراوح ما بين 4500 الى 5500 الى 6000 دولار جديدة. تعالى كده ندخل كده في تاريخ شوبرد او شوبار. شوبار اتأسست سنة 1816، قديمة جدا، يعني قديمة 1886 يعني تأسست قديم جدا، ايام باتك فيليب، ايام زينس، من ايام ساعات كتيرة او فرانك مولر. ساعات كتيرة او تأسست من القرن 18 او اخر القرن 18، 1886. تأسست على واحد اسمه يوليسي. ده ابتدى يشتغل في شوبار، وكان مشهور جدا بالساعات يعني السمينة جدا، وكان بيعمل ساعات سمينة جدا، وكان بيعمل جولري اللي هي المجوهرات والحاجات دي. شوبار يا جماعة او شوبار مشهورة كمان بالجولري، بالمجوهرات. الساعة دي من اشهر موديلات شوبار. ليه؟ لانها اسمها الف ميجاليا. مايل ميجاليا دي لما انا دورت على الويكيبيديا لقيتها ان ده كان طريق في ايطاليا بتنادي اسمها مايل ميجاليا. كان طريق لسباق السيارات، وكان على طول الايطاليين كانوا على طول بيكسبوا فيه، لدرجة هم كسبوا حوالي 27 مرة في السباق ده. فكانت شوبار كانت السبونسرشيب بتاعتها، كانت الراعي الرسمي بتاعت الطريق ده وكانت السباق ده. فعملت موديل اسمه مايل ميجاليا اللي هو ده. طب ده يدل ايه؟ ده يدل ان الساعة دي سبورتس، دي الساعة دي للريسينج. حتى كمان انا للأسف مش معايا الفول سيت بتاعتها، مش معايا قصدي يعني العلبة بتاعتها ولا كل حاجة، انا اشتريتها مستعملة كده. الساعة دي مش عايز اقول لكم يا جماعة، انا اول ما اشتريتها انا كنت هطير من الفرحة، لان كان نفسي البس اوي ساعة شوبار، وكان نفسي البس ساعة اوي موديل حديث. يعني في شوبار قديم، في شوبار موديلات قديمة، انا كان نفسي اوي البس ساعات موديل حديث. فعلا انا كان نفسي البس ساعة جدا موديل حديث من شوبار، لان الماركة دي للأسف كانت بتتشاف بس على الانترنت، ما بتتمسكش الساعة دي، ما ينفعش كانت تتمسك يعني. فالحمد لله ان انا يعني الحمد لله حظيت بواحده زيها، والحمد لله ان هي معايا في الكوليكشن بتاعي. نتكلم عن الساعه دي شويه وليه غاليه. اولا براند شوبار براند غالي جدا في مجال الساعات، غالي جدا، ان هو كمان قديم قوي في مجال الساعات. ودي حاجه بتبقى في السمعه بتاعتها، كل ما تبقى سمعه الساعه، كل ما تبقى سمعه الشركه بتاعت الساعات تبقى كويسه، كل ما الساعه كل فتره والتانيه تلاقيها غاليه. لو تلاحظوا كده يا جماعه، من الساعات اللي اتاسست في القرن 18 اللي لسه مكمله في مجال الساعات، تلاقي الساعات بتاعتهم غاليه جدا. باتك فيليب دي من اغلى الساعات في العالم، فرانك مولر من اغلى الساعات برضو في العالم، شوبار، زينس، في ساعات جيرارد باراجو، في ساعات كتير قوي بتبقى من اللي اتاسست في شهر في القرن 18 بتبقى غاليه بالمعنى الحرفي، غاليه جدا. فشوبار كانت منهم، LUC شوبار. الابن قعد يمسك اللي هو يوليسي، قعد يمسك الشركة دي من 1886 لحد قعدت تتنقل لحد 1915. هو مات، فابتدى ابنه بول يوليسي ابتدى ياخد مكانه، وبعد كده مات، فما كانش عنده بول ده ما كانش عنده أولاد، فاضطر ان هو يبيعها سنة 1963 لشركة ألمانية، وهكذا. يعني احنا مش هنخش قوي في التفاصيل، بس انا بقول لك ان شوبار كانت مشهوره جدا بمجال الساعات ومجال الجولري اللي هي المجوهرات. كانت
حتى من ضمن الريكورد اللي عملوها ان كان في حاجه اسمها هابي دايموند، كان في ساعه من شوبار اسمها هابي دايموند، دي اتباعت بواحد وستة من عشرة او واحد وسبعة من عشرة مليون دولار، كان فيها 2.6 ايراد، 2 ايراد او 2.6 ايراد الماز من الالماز الحر. يعني انا بكلمك في حتة ان هي دي من الساعات اللي هي من الماركات اللي هي الغالية جدا جدا جدا. نتكلم عن الساعة اللي هي اسمها شوبار جراند توريزمو اكس لارج. اكس لارج يعني كبيرة، ساعة كبيرة، جراند توريزمو اكس لارج كبيرة. دي ساعة اوتوماتيك بتعمل بالحركة اهي اهي. بصوا يا جماعة احلى حاجة في الاوتوماتيك ده اللي هو من اول خبطة كده تلاقي، بصوا بتتلف ازاي، تلاقي ده اسمه روتور، اللي بيلف ويروح ويجي ده اسمه روتور. الروتور او الحدافة في مصر، بيقولوا في مصر الحدافة، ده اللي بيشحن الساعة، ده كل ما بيلف اكتر كل ما بيشحن الساعة. انا بس بوريكم اللفه دي السرعه دي ليه، لان انا سالت كذا ساعاتي في الحته دي، قال لك ده في، انا ما سالتش قوي في الانجليش بصراحه، انا سالت كذا ساعاتي قال لي محمد دي بتبقى معموله على اسمها رمان بيلي، فتلاقي الساعه بص بتطير، مش بتجري، تلاقيها يعني بص عاملين زي بتجري. الساعه دي يا جماعه السيكنس بتاعها 14 ملي، ساعه كبيره على فكره، ساعه مش صغيره. الساعة دي مقاس 44 ملي. انا بصراحة مش من الناس اللي بتحبز المقاسات الكبيرة، انا بحب اخري خالص 42، بس لما انا بلبس الساعة دي، الساعة دي فعلا شيك قوي. انا من الناس اللي ما بحبش الساعات الضخمة، في ناس بتموت في الساعات الضخمة، يعني في ناس تحب تقولك انا البس ساعة مقاس 50 ملي متر، 5 سنتي، يعني تخيل 5 سنتي لابسها في ايده. في ناس كده، في ناس بتحب المقاسات الضخمة قوي 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 دي. انا بصراحه ما كنتش من بحب المقاسات الضخمه، يعني انا ما عنديش غير دي مثلا، ومتهيالي موديل تاني مقاس 44 او 45 وبس كده، الباقي كلهم 42 40 38 43 وهكذا. الساعه دي فيها باور ريزيرف اهو، ده فول لل، يعني فول يعني كامل، اف فول فول، اي فور امتي. ثواني نبعد بس كده الرقم ده كده، ايوه نخليه كده بعيد شويه. اف فور فول، E for empty. الساعة دي مهما انت تقعد تهزها كده كتير، الباور ريزيرف ده ما بيتحركش، الانديكيتور ده ما بيتحركش. ايه اللي بيخليه يتحرك؟ ان الساعة دي اوتوماتيك وسيلف وايندنج في الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض اللي هو ايه؟ اللي انت دي تشحنها وانت ماشي، يعني وهي بالحركة كده اللي انت تهز ايدك كده كذا مرة، او تشحنها عن طريق السيلف وايندنج. بص لما باجي اعمل السيلف وايندنج دي، بص ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كان ده على كام؟ على رقم 10%. بص لما اجي اعمله، ثواني بس عشان اعرف، ثواني بس يمشي شويه. بص انا بلف ايدي دلوقتي اهي، بقى 10% داخل على 20% اهو داخل على 30% اهو، وهكذا لحد ما يروح على الافور فول. الساعه دي الكراون بتاعها مكتوب اهو 1000 ميجاليا. الكراون بتاعها سكرو، يعني اللي هو بيتفك عشان المايه ما تخشش جوه. بص يعني لو تلاحظوا انا دلوقتي فاكك السكرو دلوقتي، لما اجي اقفل كده هيتقفل السكرو، هيتقفل اهو عشان تمنع تسرب المايه، عشان دي برضو للغطس. الساعه دي البيزل بتاعتها انجريفد عليها 60 ثانيه، معمول عليها 60 ثانيه، وبين ما بين كل واحده متقسمه بالاربع ثواني اللي هو ربع لكل ثانيه، دي عشان تبقى اكيوريت قوي. الساعه دي يا جماعه اللومينوس بتاعها حلو قوي، اللي هو الاضاءه الليليه او العقارب الليليه المضيئه. بص لما انا هقرب العقارب دي للنور شويه، ثواني بص لما اجي اطفي النور هيبقى عامل ازاي. بصوا شايفين الساعه عامله ازاي، بصوا كمان لما نطفي النور خالص شايفين الساعة عاملة ازاي؟ الساعة بتنور. الساعة دي يا جماعة انتوا لو شايفينها في الحقيقة، انا جايبها لكم كده عشان في الموبايل، في الحقيقة عالية قوي. فأنا الساعة دي غطس، الساعة دي واخدة كمان سيرتيفايد من كرونوميتر. على فكرة يا جماعة، إن تتحط حاجة اسمها كرونوميتر على مينة ساعة، اعرف إن الساعة دي غالية قوي، وإن الساعة دي وصلت لمعايير ودقة جامدة جدا، لان
سيرتيفايد كرونوميتر دي بتبقى ليها معايير وانكوايرز وريكويرمنتس مطلوبه قوي 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 في مجال الساعات. فبتبقى بص مش عايز اقول لك بالسنتي. الساعه دي بتبقى الباور ريزيرف بتاعها حوالي 46 ساعه. الساعه دي مقاس 44. الساعه دي فيها كراون جارد، لو تلاحظوا فيها الكراون جارد، الجارد يعني زي حمايه كده، حمايه للكراون عشان ما يتخبطش. ودي من الحاجات الكويسه. يعني انا برضو ساعات مش هكذب عليكم، انا برضو ساعات بستغرب ساعه مثلا زي تيودور بلاك باي مثلا، تيودور ما فيهاش كراون جارد، فدي ازاي؟ طب افرض الساعه مثلا اتخبطت خبطه شديده شويه، دي برضو انا بستغرب الحته دي. كراون جارد دي دلوقتي بقت كل الناس بقت تعملها، او كل الساعات بقت تعملها اللي هي الحته دي كراون جارد. عندهم الديت عند رقم 3. الديت كمان في عدسه. العدسه دي كمان لو تلاحظوا يا جماعه، العدسه دي مش على الساعه، بصوا مش في ال مش في الـ الـ الازاز دي، العدسه دي تحت الازاز، من تحت الازاز. الازاز بتاعتها دومد، الازاز بتاعها دومد، يعني واخد بومبي كده، يعني واخد زي كيرف كده، واخد زي لفه كده. الازاز طبعا صاب فاير، يعني بص اوعى، يعني صاب فاير حاجه تحفه التحفه، ما بتتغرش، الدنيا تحفه بمعنى تحفه. بصوا يا جماعه، بصوا انا واخدها ازاي، الساعه بتبرق، بمعنى بتبرق والله. المينا بتاعتها مش عارف عليها كده زي طبقه كده، يعني ايه، مينا كده تلاقيها بوليشي كده، تحس ان هي فيها عليها زي طبقه ملمع كده او حاجه، مش عارف اوصفها لكم ازاي، بس هي فعلا مينا قويه قوي. الارو اللي عند السهم ده لو تلاحظوا يا جماعه، صح، السهم او الثواني بتاعتها بسيطه، تلاقي الثواني بتمشي ببطء شويه مش سريع. كل ما تلاقي عقرب الثواني او معدل الثواني بتاع الساعه تلاقيه بطيء جدا كده، اعرف ان الساعه دي قويه قوي قويه قوي. انا صراحه ما سالتش على المكنه بتاعت الساعه او الكاليبر بتاع الساعه، بس ده ان هاوس موفمنت. طبعا ان هاوس موفمنت ده يعني الساعه هي الشركه هي اللي بتصنع الهاوس ده، هي اللي بتصنع المكنه دي من اول لاخر. يعني بصوا انا مش عايز اقول لكم، انا اول ما شفت الروتور ده جميل قوي، ده كان معايا في اللونجين اللي هي جراند فيتاس اللي هو القطار السريع. بص جميل قوي الروتور اللي هو السريع ده، انا معايا ساعات تاني الروتور ده بيبقى تقيل شويه في الحركه. اولا ده الاستيك مش بتاعها الاصلي، ده مش الاصلي بتاعها، انا معايا الاستيك بتاعها اللي هو المعدن، بس انا يعني ما بحبش المعدن. وكمان في ساعات السويسريه الاستيك المعدن بيبقى تقيل مع ساعات السويسريه، بيبقى تقيل. ساعات السويسريه برضو ليها معايير كده، ان الاستيك تلاقيه تقيل، ما تلاقيهوش خفيف. يعني مثلا الساعات اليابانيه تلاقي الساعه نفسها الكيس بتاع الساعه تقيل، لكن الاستيك بيبقى خفيف. اما الساعات السويسري كله تقيل، فتلاقي انت لابس ساعه تقيله في ايدك. يعني انا شفت قبل كده واحد بروديوسر كان حاطط كده ساعه اسمها ايه دي، اللي هي اي بي، اللي هي اوديمار بياجي، كانت فول جولد، كانت تقيله بمعنى تقيله، يقول لك تقولها ريديكولس، يعني اللي هو متعب في ايدي، انا ايديا بتوجعني لما بكون لابسها. مع ان اوديمار بياجي دي حاجه تقيله قوي، يعني حاجه من الحاجات القويه جدا، يعني اي بي يعني. انا حبيت اوريكم الساعه دي يا جماعه عشان دي من الكوليكشن اللي انا بحبه قوي. بصراحه كان من الناس اللي انا يعني انا بحب اشارككم معايا كل حاجه. مش عايز اقول لكم يا جماعه، احلامي والله فعلا بتحقق، انا فعلا مبسوط وانا بشارككم الساعات بتاعتي. يا ريت والله العظيم الناس تشارك معايا الساعات، يا ريت الناس تبني حلم ليها وتسعى ورا حلمها. انا اقسم بالله كان نفسي منى عيني ان انا البس ساعه جي شوك عاديه خالص. كنت بحلم، كنت بشوف الناس لابسه جي شوك وسواتش، كانت يا ده كان حلم بالنسبه لي. انا الحمد لله بقيت لابس شوبار، والحمد لله ان شاء الله تبقى اقوى، وان شاء الله اشتري حاجات احسن واحسن باذن الله، وانتوا هتبقوا معايا، وانتوا ان شاء الله تبقوا بتسندوني. فاتمنى كل واحد ليه حلم، يا ريت يحققه، يا ريت ما يضعفش، يا ريت يكمل على طول. وانا اسف جدا ان انا طولت عليكم، انا فعلا والله ببقى مبسوط وانا بكلم معاكم. وشكرا جدا ليكم، وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك طبعا وتشتركوا في القناه. ولو عايزين تنشروا الفيديو يا ريت تنشروه. بس كده تمام كده.
انا حابب ان انا يا ريت يا جماعه، يا ريت اللي عنده حلم يعمله. انا محمد تحسين، صح المشين، لاول مره حد يشوف الفيديو بتاعي، انا محمد تحسين. يا ريت تتفرجوا على فيديوهاتي على اليوتيوب، لو دخلت على القناه بتاعتي تحت هتلاقي فيديوهاتي كلها موجوده، فيديوهات عن السعاده، فيديوهات عن التخسيس، عشان انا كنت تخين قوي وخسيت، فانا قلت ما اطلع على اليوتيوب، وبقيت كمان اطلع انشر الهوايه بتاعتي اللي هي الساعات. فاتمنى كل عنده حلم يا ريت يحققه. والله العظيم اكلمكم بالامانه، انا ما كانش حيلتي حاجه ان انا اشتري ساعه قلب حتى. فشكرا جدا ليكم، شكرا قوي ان انا تعبت معاكم. الفيديو متهيألي بقى وصل ل 15 دقيقه دلوقتي. شكرا جدا ليكم يا جماعه، واتمنى كل واحد يسعى ورا حلمه. انا كان حلمي بسيط قوي، اللي انا كان نفسي البس ساعه مربولوكو بسيطه قوي، الحمد لله دلوقتي بقيت البس ساعات من اللوكسري واتشز، اللي هي الحاجات مثلا تخش مثلا في 5-6 آلاف دولار. وان شاء الله وانتم كمان هتعملوا كده باذن الله. لو عندكم حلم يا ريت تصوروه، وما تنسوش يا جماعه يا ريت تشاركوني بالتعليقات، انا نفسي اسمع منكم. يا ريت تشاركوني، يا ريت اللي عايز يطلع الفيديو يطلع معايا يتكلم معايا، انا ما عنديش مشكله. شكرا جدا لكم يا جماعه، وكان معكم محمد تحسين. ما تنسوش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.